منين يا غزالة البراري؟ يا رقاصة كلاب الصحراء، خطفتي الراجل زمان وعايزة تخطفي الواد دلوقتي. أنا خطفته وأمال إيه؟ جوزته الأول. ومين اللي حبيته الأول؟ أه بس ساعد من على كتفك وجالي. بس في إيه؟ هو أنا ابنك ولا أخوك يا أصهار؟ دي ولية مجنونة، بكريها مات ومن ساعتها مشيت اتنادت زي المجازيب، وفين وفين على ما رجعت لنا، والباقي انت عارفه. ايه اللي جد؟ اه صحيح، ايه اللي جد؟ اللي جد ده ليه ده يا اخويا؟ لا يا حبيبتي، اللي جد الحقيقه بودي قال هيلم الفلوس فتلمنا عشان نفكر، بس ازهر وقعت بلسانها. ما حصلش. وايه اللي حماصه يا دليده؟ طلعيه من اللي بينا. والله لو هنتكلم بحق الله بعيد عن مين معادي مين، حصل. انا جمعتها في دماغي دلوقتي وحصل. يا كلب السكك، الكلام ده ما حصلش، والناس دول كدابين وزباله. انا مش عارف استفادوا ايه لما يفرقوا اخ عن اخت. ولا المفروض اصدقك واكتب الباقي اللي انا كده كده مصدقاه؟ ما اعرفش انت بتنطق باللي يخصني ليه. هو اخوك ولا اخويا؟ الحق عليا يا زهر، في ايه؟ والمكلبه ساكته ليه؟ ليكي راي تاني؟ مش كنت عايزه تعرفي الماضي يا اختي؟ اهو الزمن طلعنا على المسرح ومسك الرق والناي، واللي بيطلع في الدنيا على المسرح ما بينزلش. شيل الشيله اللي كنت هتتجنني عشان تشيليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكو، حسبي الله ونعم الوكيل فيكو. يلا يا ابني يلا، ده عمر هنحكي ليلة ليلة. يلا عمر ايه اللي هنحكي ليلة ليلة؟ ده انا كده هطفش منك من الاول. لا بقولك ايه، ان انت تصدقيهم حاجة وانا صدقهم حاجة تانية. وبعدين اه ازهر وقعت بلسانها، بس انا برضه. لا يا حماصة، انا عارفة انت هتقول ايه وانا بقول لك لا. امال ليه لما هي هددتك انها هتقتلني ما عملتيش حاجه ولا فرق معاكي؟ انت برضو هتصدقهم يا حماصه؟ انا افتكرت دلوقتي، لما انت وقعتي بلسانك كاسي عملت بلة عشان تداري على الكلام.